السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة ودفعة زغلول جديدة نتفرج عليها مع بعض. قبل ما نتكلم في اي حاجة، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم وارحم موتاهم وموتى المسلمين اجمعين، وكل من قال امين. النهاردة ان شاء الله نتفرج على دفعة زغلول. الفيديو ده فيه كم معلومة كويسة قوي، في سؤالين نأخ لينا على القناة. طبعا في حياتنا الناس كلها اي حد بيعلق بكلمة كويسة على دماغي من فوق، في سؤالين جايين في الجول، وهم اللي بيدوروا معايا في قلب الغية او اللي انا شغال بيه، فعشان كده الرد جه في ساعتها. وهنتفرج مع بعضنا كده لانه هو بالحمام. السؤال الاول انا بيقول عندي كم واحدة ردين واديتهم نيتي جامدة والحمام ده اتجرد في منطقة جنبنا، التعامل معاهم ازاي؟ والتاني اللي رابط فيه السؤال التاني مربوط يعتبر بيه، مربي 13 واحدة طلع منهم 7 ذكورة وطلع منهم 5 نتش ناقص فردة حمام. ده الكومنت اللي جالي مميز اللي هتلاقيه في الفيديو اللي فات. طيب مربيهم ايا كان، هم طلعوا النتي اللي يعني نتي انت عجزتهم، والدكورة اللي هي الشبابات الصغيرة دولت عليهم 4. فاحنا هنتكلم مع بعضنا بخصوص الحمام اللي رد التعامل معهم ازاي، وهنتكلم بالحمام وده هتبقى شايفه بعينيه. عشان ما نطولش عليكم، عشان برضو نلحق كده ايه نوريكم كم لقطة كده ونفتح لطريقة الزغلية عشان ده المعاد بتاعها. تعالوا كده رجالة بقى مع بعضنا كده نقول بسم الله ونتوكل على الله. ده اول سؤال هيترد عليه، عند الدكورة دي ردة بتعامل معاهم ازاي؟ اول حاجة بتلاقيهم زي ما انت لقيتهم على نتي عندك. لو نتي جايبة نتي عندك جامدة في قلب الغية وسايبة جامدة، مفيش اي مشكلة، بتريهم عليهم وبتسيبهم عليهم طالعين نازلين وخليهم ثابتين عليهم. ما عنديش نتي في قلب الغية، ببتدي اللي انا اجيب كام نتاية واخرطها لهم في قلب الارضية كده اهو، وابتدي اللي انا الاقيهم واخليهم يزقوا في قلب الغية. الحرام اللي ردد لازم تجرحها يا جدعان في قلب الغية، في اي فردة حرام ردد لك اقرب حاجة تشممه نتاية، لان فرد الحام اللي بيرد ده هيجي في يوم وهياخد بعضه ويمشي. فاحنا هنشوف مع بعضنا ايه اللي داير معانا في قلب الغية. ده حلبي راضي بحب فرد الحام الجدع ايا كان شكله ايه، حتى لو بلدي ماشي اهو، وتحتيهم زغلول الجامد اللي يرد لك لازما تلقيه في قلب الغية ويزق معاك في قلب الغية. طيب دي لقطة بعديها، في دكر حلس هنا اتلاقى على انتهى حلسة وتحتيهم زغلين. بتبدأ انت تعمل ايه بقى فترة السيف دي؟ بتبدأ اللي انت بعد ما بتلقي الدكر عن نتاية، اول ما بيفكوا الزغلين بتوعهم بتسيبهم والقص راكبين بعضهم مفيش اي مشكلة، واول ما بتلاقي الزغلين شدوا حلوهم كده بتحجز النتاية وبتسيب الزغليل مع الدكر وبتخليه في قلب بابه. تمام، ده بالنسبة كده اهو. يلا الناحية التانية انتوا، واي حاجة فيها اكل جايين فيها. استرالي برضو كان ردد لي، تعال تعال هنا. دي كنتايا وحرطها له في قلب الارضية اهو. ادي عيالهم اهو وفي قلب بابه، في قلب بابه. ركز للنقطة دي، وادي هنا فرد حيان، ده مش راضي، ده كان بيترمي
اهو من حام طنطا ده. فده حام جدع، الجدع بننكشه كان زغلين ولا اي حصويتين كده بنحضنهم، بس اللي انت عشان تتقل دماغه في قلب الغية ويجمد قوي في قلب الغية لازما يزق في الغية بتاعه. تمام اهو. قفلنا عليهم اهو ماشي. ده بالنسبة لأول السؤال، والتاني هنربط بيه برضو عشان تتعامل مع الحام ده ماشي. وفرد الحام اللي يرد بتجرحه او بتلاقيه في قلب الغية بتاعتك وبتتقل دماغه في قلب الغية وبتخليه يزق، وبعد كده بترفع من عليه النتاية وبتسيب معاه الزغاليل لغاية ما يجهزوا، وبعد كده بتبدأ اللي انت ترفعهم من عليه. تمام. ده برضو فيه برضو ايه قصة كده برضو كده ايه مع الكم زغلول اللي سايبين دولت، وما يعتبر شبابات متسابين كده اهو مع الكم قص دولت، لان برضو ليهم ايه هدف كده ماشي. طيب خد بقى الكم معلومة دول عندي هنا. دولت كانوا طريحة دولت كانوا جايين لي من طنطا، دول اتنين عبايس، دول اتنين عبايس، واحد اهو بيتفتح له الصبح، واحد اهو محطوط في شوية الدواعش دول. فرد الحام ده اتنقل اتحط في الدفعة دي او اتحط في الكام زغلول ده ليه؟ لان الاتنين العبايسة قاعدين على الظهر، ولا ده بيقوم ولا ده بيقوم، ده مرنخ وده مرنخ اخوه. فاتنين انت شايفهم تقال على الظهر وما بيقوموش، بتبدأ اللي انت تحجزهم من بعضه. العبس ده يا جدعان بص كان اخره اهو، ما كانش بيقوم من على الظهر خالص، يعني هو كان اخره يطلع يقعد على الظهر. هيبتدي اللي هو دلوقتي يفك العضل بتاعه ويقلد اخواته اللي بيطيروا. نحطينهم في التلاتة البيت دولت لان التلاتة دولت بص سنهم صغير وبيقوموا يلفوا الدنيا. تمام. دي دفعة زغاليل كده اهو، دي الكبيرة سنا اهو ماشي. دولت بيتفتح لهم الاول، بص بيتفتح لهم نايمين بس لابسي. بس الزغلية القامل كلها ايه تشوط، وادي العبس ابتدى اللي هو ايه يقوم ويقلد اخواته. تمام. بص الزغاليل دي بقى سايبينهم احنا يشوطوا ويعملوا اللي هم عايزينه، ما بنهديش حمام على حمام، في وقت معين بتهدي حمام على حمام، وفي وقت ما ينفعش تحط حمام صغير في حمام كبير عشان الخاطر اللي انت هترنخهم كلهم مش هيعملوا بالشكل ده. في دفعة زغاليل كده اهو لسه بقيتها اصلا ما طلعتش، يعني من سن اللي هم التلاتة البيض دولت الاستوات اللي هم التلاتة البيض الموش دولت مش جريزلات دولت استوات ايه الاهالي الدكورة الاستوات بسحن، والنتي كده استوات ايه عدم تلتين اهو. يوم يشوطوا ويفركوا خالص ويوسعوا لنفسهم، لكن لسه ما لموش بعضهم. انا كده كده ايه ولا بفزع ولا اي حاجة، هم اهو ودي الحام يجمع مكان تعال. تمام. بمحط ادي بقيت الدفعة بتاعي، من سقرطات من مساويد ابلق على طول. تمام. الشمس بس معاكسة
ادي على ورد ده، لا وانا عامله كده حلس على انت على وردها. كان عندي اتنين قدام كانوا بيفرموا ماشي، زغلول بنفسجي. ادي الدفعة طلعت على بعضها. فتحنا الشواية اللي هم شايلين نفسهم، هم ماسكين بعضهم، فتحنا لهم الاول يحرقوا منهجهم. في كام زغلول لسه اللي هم الصغيرين دولت، ما يفتحش الدول على دول لان دولت هيطلعوا هيقعدوا كده. فاصبح كده اللي هو قادر اللي هو يقوم ويشوط ويقوم يمسك العالي برنخه بالشويه الصغيرين. لا انا بحرق بورهم الاول اللي هم الكبار سنيا شويه، وبعد كده بديهم بقيتهم. الصغيرين يبداوا يقلدوا اهو، يقلدوا بعض في حته تشويته. مع الوقت مفيش حاجه هتقعد معايا على الظهر ولا في حاجه هتخيش معايا على الظهر اهو. سنهم صغير بس زغليل فيها عصب فيها دماغ خضرة، فعشان كده بيقوموا بدري بدري. تمام، ده بالنسبة لدفعة الزغاليل اللي احنا سايبينها. تعالى بقى نرجع لمرجوعنا، حتة السؤال التاني. الشبابات اللي انا عاملها ولاد السنة دولت عليهم اربعات دلوقتي، الحام ده هيجي عليهم فترة الراحة، هيجي عليهم فترة الراحة، فترة الراحة دي اللي هي بتبقى سن التلاتات. طيب انا رديد لي يا عم نقول 10 دكورة، العشر دكورة دولت هتخليهم يزقوا عندك عش في قلب الغية، بتبدأ اللي انت ترفع الزغالين من قدامهم وتسيبهم في بانهم ويفضلوا سايبين. الدكورة سايبة طالعة نازلة على عيالها وتقوم تلف الدنيا على عيالها، ما يتقفلش عليهم ايا كان وقتك المتاح امتى، والمستحب اللي انت تفتح لهم في اخر النهار. طيب وهتريح اللي هم السبع دكورة ولا الثمان دكورة اللي هم ايه الصغيرين دولت، هتريحهم لغاية ما اللي هم يخلصوا معاك قلش. وبتبدأ اللي انت تفتح دول الصغيرين هيبقى قافلين صمم معاك على الكام واحدة اللي ردين لك في حتة التهوية والتشميس بتاعهم. هتكون انت خدت طريحة الزغاليه من على الدكورة دي، وبتبدأ تضم الاتنين مع بعضهم. هتضم الدكورة اللي رده على شوية الشبابات ولاد السنة اللي هم قافلين صمم، يتهووا مع بعضهم ويقعدوا مع بعضهم وقت كافي، ويبدأوا اللي هم يتجردوا مع بعض الصبح بدري. بعد ما بيتجردوا الصبح بتبدأ اللي انت تاخدهم، لو انت هترميهم السنة اللي انت هترميهم بعد ما يصموا دولت، المستحب اللي انت ترميهم عصاري. بتبدأ اللي انت تجيبهم تدريجيا من الصبح لغاية فترة العصاري، كبير بصغير راضي مع عيال السنة. ده بالنسبة الرد على السؤالين. تمام يا رجالة، معلش عشان خاطر اللي احنا مش عايزين نطول عليكم، لان اصلا الجو جو صيف وجو ايه يعتبر حر، فالواحد اساسا بقول لك والله بيبدا اللي هو يخدم ويخلص والقصه دي، فما فيش حته اللي هو القعده مع الزغاليل. يمكن اول مره اطلع اقعد مع الزغاليل دي، بفتح لهم وباخد بعضي وبنزل كده اهو. تمام يا رجاله، تمام يا رجاله، فده الفيديو بتاعنا النهارده، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، السلام عليكم ورحمه الله، يا احلى ناس في الدنيا.